رح نتابع محطاتنا وجولة هلا رح نعملها على بعد الصلاة السينمائية، خاصة وأنه هلا فترة الأعياد وكل الأولاد مفرسين وكل العائلة عم بيكون عندها فرص كثيرة أكيد لها سبب. في أنواع عديدة من الأفلام موجودة، وبكرة نازل ماري بوبينز ريتيرنز، بقى بنصحكم كلكم تروحوا تحضروه. كلنا أكيد عشنا مع هالفيلم الكلاسيكي اللي كان ماري بوبينز الأساسي، هالمرة رح يرجع بنسخة جديدة وبترجع ماري بوبينز إلى الصلاة السينمائية، بالإضافة لأفلام بعدها موجودة حاليا بالسينما. I'm Charlie Watson. I'm 18. Today, actually. Is the Beetle for sale? It's yours, kid. Happy birthday. ضمن أفلام هالأسبوع فيلم الساينس فيكشن بامبل بي بنسخات 2D 3D وMX4D عن شخصية بامبل بي، وهو هربين وتعبين من المعارك وعم بفتش على ملجأ ببلدة ساحلية بكاليفورنيا، وبالوقت اللي بتكون تشارلي عم بتصير 18 سنة وعم تكتشف مكانها بالعالم تكتشف بامبل بي بنفس الوقت، مع هيلي ساينفيلد وجون سينا وأصوات جاستن ثيرو ديلان أوبراين وأنجيلا باسيت. They're calling an army. I've seen firsthand. This is how we stop them. You've got me. I'm not going anywhere. Sur mon histoire. On va où? Tu le sais très bien. Je te conduis à l'orphelinat. Rémi! Non! Attrapez-le! Attrapez-le! والفيلم الفرنسي الكوميدي ريمي سان فامي عن مغامرات الطفل ريمي وهو يتيم، وتوكلت أمره مدام باربوغان، وبعمر 10 سنين بيتم اختطافه من والدته بالتبني ووضعه مع موسيقي غامض، ومعه بيتعلم ريمي الحياة الصعبة للأكروبات وبيتعلم يغني ليقدر يعيش، وبيجول فرنسا وبيتعرف خلالها على أشخاص وأشياء كتيرة، مع دانييل أوتوي، مالون باكان وفيرجيني لودويان. أمنيلي. On peut pas. On n'y arrivera pas. Je te promets qu'on va y arriver. Allez, foi en moi. شو مشكلتك؟ قال انه شبح المرحوم جوزها لحقها. بونسوار. بونسوار داد. صار له سنتين. والفيلم اللبناني الكوميدي المهراجة عن فتاة بتقابل أمير هندي واصل من نيودلهي وبيوقع بحبها، ولكنها مرتبطة بشخص آخر وبصيروا اثنيناتهم عم بيحاولوا يغيروا حياة بعض، مع زياد برجي، دليدا خليل، جوليا قصار، إلي متري وعباس جعفر. غيروا حبيبي. ولا بوسي عخدي منك ولا بيت وردي، أنا بدي قالت لا شغلة ولا عملة، بركي بعملكم رز بحليب اليوم. بهالحالة حبيبي حلوب المعزاية مش التاس. بعد شوي رح يكون ضيفي اليوم باستوديو الفنان مايك ماسي، ورح نحكي معه عن كل أعماله وأيضا عن عمله الأخير واللي هو فيلم خبصة المهضوم كتير اللي بعده موجود حاليا بصالات السينما، وبقلكم كلكم روحوا تحضروه. وهلأ رح ننتقل لعند شيف حسين لحتى نشوف وين صار بأطباقه ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين، لكن بأول فقرة من فقرات رشة ملح حضرنا كيك البردقان اللي صار جاهز عنا بعد ما كنا مفوتينه مشاهدينا على الفرن على حرارة 180. بتاني فقرة
حضرنا قلية بزيت الزيتون، حطينا على النار زيت زيتون، حطينا ثوم، وحطينا اكليل الجبل. هول حضرناهم لنحضر انا وياكم البطاطا المهروسة مع الثوم وايضا اكليل الجبل، ناخد نكهة كتير طيبة. طبعا هيدا رح نتركه لاخر فقرة من فقرات رشة ملح. اما انا وياكم بدنا ننتقل للطبق الرئيسي اللي عم نحضره اليوم، اللي هو الجوانح البافالو. طبعا تشيكن وينجز بافالو طبق كتير طيب، وفي كتير من ستات البيوت بيسألوني مثلا عالجوانح انه شو فينا نحط معهم للجوانح، شو فينا نتبلهم. الجوانح اذا بدنا نقليهم تقلاية ما بدنا نتبلهم بشي، رشة فلفل اسود او رشة فلفل ابيض مع رشة ملح وبس، اكتر من هيك ما بنعملهم. منقليهم وبنرجع منحضر الصلصة. خلينا انا وياكم نبلش بالجوانح البافالو. الجوانح البافالو لكن عندي طحين، رح احط للطحين رشة ملح. لكن عندي رشة ملح، عندي كمان من الفلفل الاسود. هيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة لجوانح البافالو. رح جيب جاط، اوكي، بهيدا الجاط شو رح اعمل؟ عم نجيب جاط اصغر، رح اقطع الجوانح. لكن عنا الجوانح بهالشكل، رح نشيل ضفر، منقطع الجانح اثنين، وايضا منحطهم بلطحين، لنلتهم بلطحين مع البهارات، ونرجع نقليهم بالزيتات، وبنرجع باخر فقرة او هلا اذا ضل معنا وقت منحضر الصلصة اللي هي صلصة البافالو. طبعا هي عبارة مشاهدينا عن زبدة بالاضافة لصلصة الباربيكيو مع لوزيانا تشيكن وينجز. هيدي هي صلصة البافالو، او فيكن تحطوا محل لوزيانا تشيكن وينجز تحطوا من صلصة حرة او هوت صوص. طيب لكن الجوانح عم نقطعهم، رح نبلش نقلي الجوانح بالزيت النباتي كمان، هيك لنبلش باول فوج، منلتهم بهالشكل مثل ما عم تشوفوا. اوكي، لكن مشاهدينا بلشنا نقلي الجوانح، رح كفي كمان. طبعا برجع بذكر كل المشاهدين، حطينا نحن للطحين ملح وفلفل اسود، فيكن ايضا تحطوا من الفلفل الابيض كمان بهالشكل. هيدا صلصة رح نقدم مع الجوانح، صلصة كتير طيبة، هي عبارة عن لبنة بالإضافة للكريم فريش، كمان من الكزبرة اليابسة والكزبرة الخضراء مع عصير الحامض، ناخد نكهة كتير طيبة وشهية. طبعا هيدي الصلصة كمان بنقدمها مع بزدورة الدجاج، اوكي، لكن بنقدمها مع بزدورة الدجاج ايضا المسحبة بدون جلدة وبدون عظم. انا بهالوقت مشاهدينا تارك الجوانح لحتى يبلشوا ياخدوا لون، بعد ما ياخدوا لون رح نشيلهم ونحضر الصلصة. طيب بهالوقت شو رح نحضر؟ بهالوقت رح نجي انا وياكم بدنا نحضر كمان
برجع بعيد للمشاهدين كيف حضرنا نحن كيف حضرنا بأول فقرة من فقرات رشة ملح الكيك بالبردقان. رح نرجع نحضره مرة تانية للكيك بالبردقان أنا وياكم. نحضر قالب تاني ونفوته على الفرن أو نتركه لبكرة لأن اليوم ما بقى يستوي معنا، فبنتركه لبكرة وبنرجع نخبزه. طيب أول شيء في عندي بيض، لكن مثل ما عم بتشوفوا عندي من البيض، عندي أيضا فانيل، عندي سكر، بحط سكر بودرة وسكر حاب، أيضا عندي زيت النباتي، عندي باخد من عصير البردقان، لكن كمان عنا عصير بردقان بهالشكل. بالإضافة مشاهدينا راح نضيف كمان من برش البردقان بهالشكل. اوكي راح نضيف الطحين، راح نضيف البيكنج باودر، راح نضيف ايضا الحليب الناشف، كمان راح نضيف بعد برش البرتقال. لكن مشاهدينا هيدي هي المكونات اللي حطيناها لكيك البردقان. برجع بذكر كل المشاهدين برش بردقان، عصير بردقان، زيت نباتي، طحين، سكر حب وسكر بودرة، ايضا حطينا كمان من الطحين بيكنج باودر وفانيل، كلهم حطيناهم ورح نخلطهم. انا بعد شوي رح اخلط هيدا الخليط ورح احطهم بقالب، طبعا ندهن القالب بالزبدة مع رشة طحين وفوتهم على الفرن على حرارة 180. انا القالب اللي حطيته باول فقرة من فقرات رشة ملح صار جاهز عندي، بضل في عندي برش البردقان. باخر فقرة رح نذوب زبدة مع برش بردقان ونحطهم على الوجه. وبالاضافة مشاهدينا كمان رح نطحن البطاطا مع الثوم واكليل الجبل وزيت الزيتون، وايضا رح نحضر صلصتين، رح نحضر صلصه البافلو وايضا رح نحضر صلصه اللبنه للجوانح. طبعا صلصه البافلو نحن فينا نحضرها كمان مشاهدينا مش بس مع الجوانح، فينا نحضرها ايضا مع الدجاج مسحب، لكن رح خبركم انا بعد شوي بالتفصيل عن وصفاتنا لليوم، طبعا مع طبق الحلو اللي هو كيك البردقان. هلا خلينا نتوقف مع بريك قصير وبنرجع سوا.